بنادم بعيد عليك هلا بعد هنايا اول شيء يدير شي اخر انا انا الرابي هو شيء يدير حاجه اخرى غير نوطه وبخرب غتخرج لينا ضروري خصك ضروري تجيب شي حاجه باش ما يمكنش حنا كاملين غنديروا حاجه واحده معلوم يعني الا قلتي لي انا باش ندير الراب دونك خصني ندير بحالك واقيلا ندير داكشي اللي تدير نتايا هذا باش انا غنكون كندير الراب ما نكذبش عليكم انا الصراحه من الوهله الاولى واللي سمعتو فيها عرفت غيجي انتقاد من شي رواب بحال سبعاتو واش كتضرب فري ولا غي كتفلا معكم بالصح الخوان واللي تعجب يتبلى ما تزيدوش الطينه بلا اللي عارف راسو كحيان تكحز اللور يتبلى يعطي التسع يتخلى يقراطي يحبس الفران بلا ما يدير لينا العله سلام خوتي خواتاتي جيسبيكم فزولي بيوم معكم فاميليا فيديو جديد من بعد الضجة اللي درتها منال بالتراكنية بسبب الموضوع اللي تناولته واللي عجب أغلبية البنات الدراري اللي طلعوها عليه وطلعوها على البنات الكريتيك بدا في الاول مع بوز بهات تدوينه وعماد اللي قلدها بكليب فكاهي بطريقته وجروب ماتريكس مان واللي حتى هما داروا باغودي فكاهيه شحال صرفت عليك ما بقاش سميتو اللوف هانيه نكون بوحدي باش نشبع طاكوس بغيتي نكون ليك تكوني ليا جيل برتوش نعيشو شويه غير الوقت اللي ضايع ليا ما تبقايش ديري فيها نيه بغض النظر على هادشي كامل الاغنيه نجحات وحققت ارقام قياسيه حيت الاعجاب والانتقاد بحال جوج دخوت متقاربين فلاج ومسخرين الوالد طريق كامل مدوزين هاد الدابيزات السخره ضروري توصل الوالد موراها وماشي بزاف كيلوح لينا ديزي دروس سون تراك نوطه غير نوطه وبخرب غتخرج لينا ما نكذبش عليكم انا الصراحه من الوهله الاولى واللي سمعتو فيها عرفت غيجي انتقاد من شي رواب بحال سبعاتو حيت بزاف د المرات عزي كيحك على هاد القضيه بلان ديال بنادم كيحسب ليه كيدير راب وهو راه كيدير اي حاجه من غير راب المهم هادشي اللي كان سبعاتو خرج بستوري كيقول فيها ياك غير انت اللي كدير راب وسبعاتو كيدير شي حاجه اخرى ايوا كيفاش البلان واستفزوا بدي زابلوديسمون ضروري خصك ضروري تجيب شي حاجه باش ما يمكنش حنا كاملين غنديروا حاجه واحده معلوم يعني الا قلتي لي انا باش ندير الراب دونك خصني ندير بحالك واقيلا ندير داكشي اللي تدير نتايا هذا باش انا غنكون كندير الراب انا بالنسبه لي ما تنعتبروش كونكورون ديالي لان لي ستيل ديالنا ديف انا سمعت واحد شويه من داكشي اللي تيدير جوستمون لان الناس تيهضروا تيقول لك راه دوا فيك وكذا دونك كتقول راه نمشي نكتشف ديجا سمع الهضره انت ديجا عرفو تهضر لا بيان سور الناس في انستغرام وداكشي تيقول لك راه فلان دوا في كلش بكل شي حاجه دونك كتمشي كتقول واش كون هو خونا هذا لان ما تنكونش تنعرفو انا في الاول ملي شفت داكشي اللي كاين لقيت ان الموسيقتنا ديجا ديفيرون دونك ما انت ما كنعتبركش انك كونكورونس ديالي دونك علاش غيكون بيناتنا بعيد عليك هلا بعد هنايا هو تيدير شي اخر انا الرابي هو شي يدير حاجه اخرى ستوري د تيم دي زيدروس واللي جاوبوا فيها سبعه وكاع المنتقدين السونتراك واللي كيقولوا فيها هذا غير السونتراك ودي زيدروس خرج قبل الكليب وعلم باللي نوطه غتكون ستيل جديد واللي بغى يجربو اما ستيلو فراه ما غاديش يفرط فيه كيف ما بارطاجا كومونتير ديال فان اخر واللي فكر بنادم اللي كينتقد باللي هاد السونتراك هي جينيريك د فيلم اش بغيتو زعما يدير كلاشي المخرج مثلا وفي كود كور نبغي نقول لكم باللي الفيلم غيتلاح نهار 3 17 في شهر 11 2020 ضروري نشوفوه لي فاجئنا ديزيدروس بشي دور تما باش تكمل وكيف ديما حتى في هاد السونتراك الفانت تفرقوا بين منتقدين ومؤيد وهذا الشيء ديما صالح السونت واللي لحد الان راه ناجحه ديزيدروس من بين الروابط القلال اللي عنده علاقات زوينه مع شخصيات معروفه بعيدا عن الراب هذا الشيء اللي كيفسر اختياره هو بالضبط في الجينيريك ديال هاد الفيلم باغ اكزومبل الراي ديالو اللي كان حاضر وفارض راسو كونسيغرون الدعم للفنانه راه بوتيتخ الراي ديال رابور اخر ودون ذكر الاسماء في بحال هاد المواقف يكون مقموع حيت راكم عارفين الفانز د العالم الاخر كيشوفوا الراب غير تشمكير وتخسر الهضره الوغ كو ديزيدروس قدر يكسب احترام حتى الناس اللي ما عندهاش مع الراب ضرب دويره في لي كومونتير ديالو غادي تلقى ناس اللي ما عندها حتى علاقه بالراب مي متبعاه ومن بين الناس اللي عجبهم السونتراك نوطه كاينه كوثر بامول
اللي خرجت بهاد السطوري عبرت فيها على اعجابها بالسونت تراك نوطا. انت واخا ما عندك حتى شي واحد في حياتك ولا كنت تاثر عليك، خاصك تقلب على شي واحد باش تفكر فيه وانت كتسمع هاد الاغنيه. انتم اسمعوا كانت معكم فاميليا، اللي كيعجبو هاد الكونتوني داموا بلايك كومونتير، بارطاجيو مع صحابكم. اللي مازال ما تابوني تابوني فعل الجرس. والسلام عليكم.